صباح الخير، صباح خير. يوم مبهج. حد حاسس بالبهجة اللي موجودة في المكان؟ تعالوا ندي يد للرب كده في بداية يومنا. تفتكروا البهجة دي علشان انضمام أعضاء جدد، ولا عشان عندنا الدكتور أندريه رئيس الطايفة، ولا علشان حضور الرب، ولا عشان إيه بالظبط؟ عشان كل حاجة في وقت واحد. صباح الخير لكل مشاهدي قناة الكارما في كل حتة في الدنيا، كل حد بيشوفنا، حتى لو احنا جايين نحتفل، حتى لو احنا جايين كل واحد لغرض معين. بمجرد ما دخلنا من الباب ده قدام الرب ما ينفعش نخرج زي، لازم ناخد حاجة النهاردة من الرب، لازم ناخد حاجة من الرب. تعالوا نوقف مع بعض كده في بداية يومنا، هنقرأ مع بعض مزمور 100. كلمات المزمور محفوظة لينا جميعا. هيا نفوسنا كده واحنا جايين قدام الرب، واسأل نفسك سؤال لمدة لحظات بسيطة. جاي صدفة؟ ولا جاي عشان دعوني؟ ولا جاي عشان حاجة وخلاص؟ لا، مش جاي وخلاص، انا جاي النهاردة علشان اخد حاجة حقيقية من الرب. ممكن تكون الظروف المحيطة بيا برا كانت صدفة، لكن بمجرد ما دخلت محضر الله ما بقتش صدفة. تعالوا نقول مع بعض بصوت عالي وركز في كلمات المزمور ونقولها مع بعض. اهتفي للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا إلى حضراته بترنم، اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعاه، ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه باركوا اسمه، لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته وإلى دور فدور أمانته. لأن الرب صالح، لأن الرب صالح. غمض عينك لحظات بسيطة معايا، قول يا رب من فضلك جايين يا رب، كلنا بنسكب نفسنا النهاردة يا رب، جايين قدامك وبنقول لك يا رب من فضلك ادينا يوم طيب من عندك، يوم يا رب مليء بالبركات الإلهية. إله قدوس يا رب، أنا جاي أول إخواتي وبقول لك من فضلك يا رب بركة لأجل يومنا النهاردة يا رب، لأجل كل وقت يا رب، لأجل إخواتي فريق التسبيح، لأجل الدكتور أندريه في الكلمة يا رب، لأجل أخوات الأعضاء الجدد يا رب، لأجل مجلس الكنيسة، لأجل كل شخص ماسل أمامك يا رب. بين إيدك يومنا النهاردة، إحنا واثقين ومصدقين إنك هتدينا بركات من عندك يا رب. إله قدوس يا رب، بين إيدك اجتماعنا، بين إيدك يومنا، من فضلك يا رب بركة من عندك وليك كل المجد. أمين. تفضلوا، لينا فرصة مع أختنا دينا وفريق التسبيح ندخل لعمق جديد في التسبيح مع الرب. تفضل. فرحانين جدا ان احنا النهاردة هنقضي وقتنا سوا في التسبيح. عينينا بس هتترفع على الرب في بداية اجتماعنا، هنقول له ليك المجد وليك القوة وليك السلطان. نشجعكم تشاركوا معنا من بداية التسبيح للنهاية عشان نشوف الرب ونتأمل في جماله ونقول له انك رائع، انك صالح ومراحمك على كل أعمالك.
واعترف أن يسوع المسيح هو الله. جايين نرفع عينينا عليك وحدك وندي لك المجد. الذبايح تترفع لك ونقول لك المجد ليك. السنة اللي فاتت كان عندنا شعار ان الرب يرى في صهيون. الرب يرى بمجده في صهيون. خدنا السنة كلها بنتكلم ايه الشروط عشان الرب يرى في المكان، يرى في كنايسنا ويرى في حياتنا، يرى في بيوتنا ويرى في أشغالنا. وعرفنا انه لما يكون هو مركز حياتنا ولما يكون هو هدف صلواتنا ساعتها يرى بمجده. عشان كده تنيمة جاي بتقول له كده، والذبايح تترفع لك يا يسوع المجد ليك. ولما نيجي نهتف ولما نيجي نرنم يحصل تترفع انت مبدلنا. خلي يكون دي كلماتنا الوقت الجاي، ينبغي انك انت تزيد وانا انقص، فيرى المجد في صهيون، يرى المجد في بيتك، ويرى المجد في حياتك، ويرى المجد في الكنيسة. Thank you.
بجمال يسوع. اروينا من الينبوع اسمنا بجمال يسوع. اروينا من الينبوع وهنقوله كده مجدا ليك مجدا لاسمك عجيب وحدك صانع عجايب وصانع معجزات. وهنا بنكمل وبنرفع علينا ونقوله انت صانع عجايب في وسطنا، عملك في حياتنا رهيب. وزي ما كنا بنقول هنكمل تسبيحنا واحنا بس بنرفع علينا، والمجد يكون لي مش لكنيسة مش لأشخاص مش لأفراد، لكن المجد لي هو وحده، ولما ياخد هو المجد يرى بمجد. يلا بينا نقف ونسبح مع بعض ونقول مجدا ليك مجدا لاسمك يا عجيب وحدك صانع عجيب، ولا حاجة تقوى عليك، ده انت رب القوات. Thank you.
تقدروا ارتاحوا. قلنا له عملك في حياتنا رهيب. كل واحد فينا يسأل نفسه ايه العمل الرهيب اللي عمله في حياتك؟ هل لأنه بس أشبعك؟ هل لأنه فاض خيره؟ لكن هو عملك في حياتنا رهيب لأنه فداك ولأنه حبك ولأنه اشتراك، واشتراك مجاني. يعني من الآخر كده محدش فينا دفع حاجة، بل بالعكس مجاناً أخذنا، مجاناً أخذنا. الكتاب يقول كده: فمررت بك وزمانك زمن الحب مر علي، لقاني فانتشلني من طين الحمقى غسل خطاي. هو ده العمل الرهيب، وده اللي عشانه إحنا بنرفع عينينا ونسبحه ونقول له أنت اللي تستاهل المجد وحدك، ومحدش فينا ياخد تاني المجد غيرك. يسوع يترفع. وقت تسبيحنا كله هنكون بس بنشاور عليه ونقول له نشكرك مجدا ليك، ليك القوة وليك السلطان، لأنه حبني، حررني، فداني، اشتراني، خلصني، غفرني. وبعد كده أقدر أقول مراحمه كثيرة، فاض بخيره، وكثير أنا عن جميع ألطافك، وصغير أنا عن جميع ألطافك، وكل الأمانة. أعرف بعد كده أقول قد إيه كان أمين. لكن الحاجة اللي أشكره عليها إنه عمله في حياتي رهيب هو ده، هو الفداء. يلا بينا نقول له كده: مر بيا ولقاني وهبني خلاص مجاني، وهبني خلاص ببلاش يا هنايا وفرحة قلبي بيه. Thank you.
بنسبح رحمته. دقيقتين كده واحنا معانا تقريبا ترنيمتين تاني ونكون بنختم وقتنا. نفسي يكون صلاتنا كل اللي فيها انه يا سيد انت ليك الملك وانت ليك السيادة وانت ليك العبادة. انا لك ولغيرك لن اكون، لان هو احب الجميع، حبني حتى المنتهى لكي يحيا الأحياء، لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. قلوا ليك أنت، أعطيك، بدي لك الكل.
واقفين بنقول له كنيسة الفاتي قوي أساسها كريم. يا ربنا اضمن عهدها. كنيسة النهاردة بتحتفل بانضمام أعضاء جدد، والمجد برضو يرجع ليسوع وحده. كنيسة تزداد وتتسع، بس مش بس في العدد، لكن كمان تزداد وتتسع في التخوم الروحية. فتعال نقول يا ربنا اضمن عهدها، مش بس يجيلنا ناس ونضم أعضاء زي ما كان زمان بيضموا كل يوم ناس جديدة للكنيسة، لكن كمان إحنا نكبر روحيا مع الكنيسة، فالرب يضمن عهدها للأمام. تعالوا بينا نقف مع بعض وإحنا بنقول له كنيسة الفادي القوي أساسها كريم، مقدس بناؤها، يا ربنا اضمن عهدها. Oh,
هاليلويا هاليلويا. يسوع هنا، يسوع هنا، يسوع هنا. وعندما يكون يسوع يمجد اسمه له كل المجد. يسوع هنا وفي هذا المكان، هو عريس نفوسنا، هو عريس نفوسنا، هو رأس الكنيسة، هو الذي لا يؤخذ غيره في الوسط. يسوع هو اللي احنا حاطينه وحاطين اسمه على منبر كنيستنا. كنيسة دي كنيسة يسوع، كنيسة دي كنيسة يسوع، والمنبر ده لا يستعلن ولا يعلن منه ولا يقدم إلا يسوع. كان زمان الأسيس الدكتور لبيب مشرقي، كان الأسيس لبيب يقول كل عظة تخلو من اسم يسوع ليست عظة مسيحية، لأنه الإيمان المسيحي هو مين؟ هو يسوع. وبولس قال لهم لست أعزم أن أعرف فيما بينكم إلا يسوع. يسوع إيه يا جماعة؟ وحده، يسوع وحده. أحبائي، السنة اللي فاتت وضعنا شعار لكنيستنا وقلنا إذا بنى الرب صهيون يرى بإيه؟ بمجده. وقلت لكم شيلوا صهيون ونحط الكنيسة. إذا بنى الرب الكنيسة يرى بمجد. زمان المسيح قال لبطرس الكلمات دي، قال له أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني، كان أنا أبنيها. اقعد فكروا أسيس اللي بيبنيها ولا مجلس ولا لا لا لا، واللي احنا فيه لا شطارة أسيس ولا حكمة مجلس، ولا احنا أضعف الكل ولا، لكن اللي بناها مين؟ عشان هو قال أبني كنيستي. وكاتب العبرانيين يقول وباني الكل. هو مين يا جماعة؟ هو الله. ويرجع المزمور يقول إن لم يبني الرب بيت. علشان كده النهاردة في يوم زي ده العينين لازم تترفع على مين؟ على اللي بناها، على عرسها، على اللي ياخد المجد. محدش غيره ياخد المجد. زمان الناس أعطت المجد لناس، فالإصلاح الإنجيلي بدأ في القرن الستاشر. واحدة من أهم مبادئ الإصلاح كان مبدأ اسمه مجد الله وحده، لأنه مجدي لا أعطيه لإيه؟ لآخر. واحدة من المجد اللي رب باركنا بيه الأيام اللي فاتت هم الخمسين عضو اللي هينضموا دول. أستاذينكم تقفوا، ممكن تقفوا، احنا مش هناخد العهود دلوقتي، العهود بعد شوية، لكن أنا نفسي الخمسين عضو أقفوا من فضلكم. طبعا في مجموعة على المنبر، اللي على المنبر هينضم يرفع ايده كده، ارفعوا ايديكوا عالي كده عشان اللي هينضموا من فريق الترنيم. تيجوا نحييهم تحية كبيرة قوي، نقول لهم اشكر رب لأجلكم كل الأعضاء الجدد دول. وبعد شوية هناخد عليهم عهد العضوية، وهنقول لهم انتم جزء من جسد الكنيسة اللي هي عروس المسيح. انا احب واقول مع وانتوا واقفين والشعب معاكم، اقول والجسد الواحد يجمعنا والحب الصادق. انا بقول لمجلسي وللكنيسة في الأزبكية حاجتين ربنا ما يحرمناش منهم، لانهم بيدمروا اي كنيسة اذا غابوا، الحب والفرح. كل اللي يجي الأزبكية لازم يتغرق حب، والناس بتدور على الحب ده. وكل اللي يجي الأزبكية يدخل حزين لكن يطلع فرحان. امتى الناس تعرف تحب وامتى الناس تعرف تفرح؟ لما يسوع يكون في الوسط. عشان كده هنقول بقى ايه؟ هنقول إلهنا حاضر، ده الأساس، إلهنا حاضر وسطينا. وبعد كده يقول والجسد الواحد يجمعنا. هتبنى كلمات أكبر شوية هالة كده ممكن لو سمحت. وتعالوا أستاذن كل الكنيسة نقف في مرة أخيرة قبل ما تقعدوا تسمعوا كلمة الرب. وقفوا على رجليكوا كل الكنيسة اللي في الجاليري واللي تحت، وقفوا معايا زي ما احنا متعودين نقف لوقت طويل. كبرنا كده الكلمات دي، تيجوا تقروا معايا الكلمات قبل ما نرنمها. هنقرأ بس وانت واقف كده، خد نفس عميق واقرأ معايا. قول إلهنا حاضر وسطينا وشاملنا، ومدام الملك هيفرح شعب ونفسنا إليه. ونعمل إيه؟ وهو يعمل إيه؟ ويعمل إيه كمان بعد شوية مع الدكتور أندريا ويسمعنا؟ فإيه اللي يحصل؟
فتفرح بقلوبنا وإيه بقى؟ ونطلع متشجعين من بيت الرب، مسنودين من بيت الرب، مسنودين من بيت الرب. يلا معايا أقول الكلمات الحلوة دي، بص على الشاشة ومع الفريق ودينا، وتعالوا نقول مع بعض وإحنا بنبص للأعضاء الجدد وهنصلي لهم. وبعد الترنيمة هطلب من الأسيس الدكتور ثروت قادس، أنا بشكر رب لأجله ولأجل خدمته في ألمانيا، هيجي يصلي، هيصلي لأجل الأعضاء الجدد وللكنيسة في الأسبكية. يلا نفرح يا شعب الرب، يلا. يا إلهنا الصالح، نشكرك من كل قلوبنا من أجل هذا الصباح المقدس. نشكرك لأنك حاضر وسطينا، ولأنك تعزينا، ولأنك تباركنا. نشكرك يا رب من كل قلوبنا من أجل هذه الكنيسة التي تقوم بخدمتك. نشكرك من أجل كل من يقوم بالخدمة فيها من راعي ومجلس كنيسة، لأنك أنت تستخدمهم يا رب لجذب النفوس إليك. نشكرك من أجل كل عضو وعضوة ينضم أو تنضم اليوم إلى جسد الرب الواحد. نشكرك يا رب لأنك ملأتنا بروحك القدوس في هذا الصباح الجديد، وعطيتنا أن نأتي معا فارحين نطلب من كل قلوبنا من أجل كل الأعضاء الجدد. أولا يا رب أن تضمهم إلينا لنكون في شركة مسيحية حقيقية، وفعلا يكون المسيح هو في وسطنا لأنه هو رأس الكنيسة. نشكرك يا رب لأنك تكشف لهم عن مواهبهم لخدمتهم في كنيستك الحية. نطلب كل هذا من كل قلوبنا، طالبين منك يا رب البركة
في اسم يسوع المسيح الابن الوحيد ولك المجد إلى الأبد آمين. أحبائي أديق، احنا بنشكر ربنا لأجل وجودنا معا ككنيسة وكشعب الرب. أنا برحب بكل واحد من حضراتكم، لكن برحب كمان بشكل خاص لكل الأحباء اللي بيتابعونا ويسمعونا على الشاشات المختلفة، سواء شاشة قناة الكرمة أو على السوشيال ميديا أو على اليوتيوب. أهلا بيكم، أنتم جزء من الكنيسة. امبارح بالليل كنت في مؤتمر من المؤتمرات في بيت السلام، وبعدين كل اللي قابلوني كده يقولوا على فكرة انت هتضم اعضاء للأزبكية، بس احنا كمان اعضاء في الأزبكية. احنا كل يوم الجمعة الصبح بنفتح القناة الساعة 11 ونقعد قدام الشاشة، فاذا ما كانش عندنا عضوية في الورق فاحنا اعضاء في الايه معاكم في الروح يعني. فانا مبسوط انه الأزبكية لم تتوقف عند هذه الجدران، لكن ربنا مباركنا بشعب حلو بيسمعنا وبيتابعنا في كل ربوع مصر والعالم كله. احنا بنشكر ربنا لاجل متابعتكم ومشاهدتكم، شكرا لاجل محبتكم وكل رسائل جات لنا لتهنئه وتشجيع بمناسبه انضمام اعضاء جدد. اهلا بكل حضراتكم منورينا، واهلا بشكل خاص جدا يعني اقول اب واخ اكبر صديق وبيعملنا بكل الحب. وخلوني ابدا بمقوله قالها لي زمان شيخ مسن رقد ورحل للسماء، قال لي اسيس هاني: لكل زمن دول ورجال. بص الجملة دي: لكل زمن دول ولكل زمن رجال بيخدموا الزمن ده. الدكتور الأسيس أندريا هو رجل المرحلة في الكنيسة في هذه الفترة، والرب أعطى الكنيسة. خلونا نحييه تحية كبيرة جدا لأجل وجود الدكتور الأسيس أندريا على قمة إدارة كنيسة في مصر. كنيسة الإنجليزية في مصر ليست كنيسة صغيرة، احنا عددنا يتجاوز الملايين، عندنا طوائف ومذاهب كثيرة جدا. الكنيسة الإنجليزية في العالم هي رقم 2 بعد الكنيسة الكاثوليكية، فاحنا كنيسة في كل العالم لنا تأثير ولنا بصمة ولنا خدمة. أسسنا في المهجر في كل مكان عاملين خدمة متميزة جدا، وأنا بشكر رب لأجل رعاية الدكتور أندريا حتى للكنائس اللي في المهجر دلوقتي والتحرك الكبير اللي بيعمله داخل مصر وخارج مصر. بس افتكروا دايما احنا جماعة لا بنكرس بعقيدة ولا بنأسس لمذهب. احنا غالي علينا مذهبنا وكنيستنا وعقيدتنا، بس احنا بنقول يا رب استخدمنا ونبني كنيسة لمين؟ يسوع. وده على فكرة لا تهاون في عقيدة ولا في مذهب، لكن لأننا نعلم أن العقيدة والمذهب هي مجرد أداة بنستخدمها عشان نكرم الرب من خلالها في كنيسته. حقيقة أنا متشرف يا دكتور أندريا. الدكتور الأسيس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية، أنا بسعد في كل مرة بشوفه، وأنا فخور بكل أمر الرب بيعمله به الأيام دي، وأنا سعيد كمان أن تكون بصحبته يعني مدام هالة توما. أهلا بيك يا مدام هالة، مديرة مدارس نيو رامسيس في السنودس النيل الإنجيلي، واللي متابع نيو رامسيس يعرف الخناقات اللي على الدخول نيو رامسيس. كل مصر عايزة تدخل نيو رامسيس يعني، فيعني حقيقي نقلة غير عادية غير عادية في المدرسة، تأثير وإدارة وحكمة غير عادية. أنا بشكر رب لأجلك يا مدام هالة، يستخدمك الرب يأيد كل خطواتي. خلينا نحييها تحية كبيرة أوي. نشكر رب لأجلها. دكتور أندريا متشرفين بيك وأهلا وسهلا بيك وسطينا، اتفضل تقدم لنا كلمة الحياة. لكن وقبل أن يقدم دكتور أندريا الرسالة، الفاضل الشيخ عصام واصف، جناب الشيخ عصام واصف سيقرأ كلمة الله مقروءة من سفر أعمال الرسل، وبعديها مباشرة دكتور أندريا يبدأ لنا وقت التعليم. أرجو أن احنا نقف لسماع كلمة الرب.
من سفر أعمال الرسل والأصحاح الثاني ومن عدد 42 لنهاية الإصحاح، بيتكلم تحت عنوان رئيسي شركة المؤمنين. وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، وصار خوفا في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيادي الرسل، وجميع الذين آمنوا كانوا معا، وكان عندهم كل شيء مشترك، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقتسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج، وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب. وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. شكرا أسيس هاني. في البداية أول حاجة قبل ما أشارك بكلمة الله، أهنئ الأعضاء المندمين جدد، وأنا بتابع الكنيسة بشكل عام، وكتير من المشاكل والتحديات بتواجه الكنائس، ولكن يا أسيس هاني قلت الهالة النهاردة الصبح وإحنا جايين، تعالي نروح الأزبكية نفرح. لأني أنا شايف إحنا بنضم كنيسة للكنيسة، 50 دول يعملوا كنيسة، فبنضم كنيسة للكنيسة. مبروك، وربنا يزيد ويزيد. ويقول الكتاب في النص اللي هتأمل فيه، وكان كل يوم الرب يضم الذين يخلصون إلى الكنيسة. الأمر الثاني أسيس هاني ودينا، أنا بتابعكم وأشكر الله من أجلكم والنهضة الكبيرة اللي في كنيسة الأزبكية، ربنا يبارك. والمرة الجاية نيجي ونلقى الكراسي في الحوش جنب الكنيسة، لأن هذه الكنيسة بركة كبيرة لسنود السنين الإنجيلي وللكنيسة العامة. فأنا سعيد أن أنا أكون معي. أنا مرهق ومش نام كويس، ولي فترة طويلة بلف الجمهورية كلها، ولكني سأتكل على نعمة الله وأقدم هذه الرسالة بنعمة المسيح. سعيد أكون معاكم فعلا، أبهجتم قلبي وأدخلتم إلى قلب الفرح، ولا يوجد أروع من أن نرى أن الكنائس تنمو وينضم كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون. أنا غيرت الموضوع بناء على طلب الأسيس هاني، قال لي اتكلم عن رسالة الكنيسة. النص ده أنا اتكلمت فيه كتير قبل كده، ولكن أشعر أن الله يعطيني كلمة اليوم في هذا النص، ليس فقط لكنيسة الأزبكية ولكن للكنيسة العامة. والرسالة التي أمامنا عنوانها الكنيسة وتحديات الشهادة. الكنيسة وتحديات الشهادة، ماذا نتوقع من البقية الباقية في عالم مضطرب؟ وهشرح يعني إيه البقية الباقية. الظروف حوالينا صعبة ومؤلمة، والناس بأشكال متنوعة في مصر وفي العالم العربي وفي العالم ككل بتعاني تحديات، أزمات اقتصادية طاحنة. واللي ما يقدرش يشوف معاناة الناس ما يقدرش يشوف أي حاجة. في معاناة وفي أزمة اقتصادية في كل مكان في العالم، وفعلا الناس مرات كتيرة تطحنها وتكسرها الظروف اللي هي بتعيش فيها. كمان وسائل التواصل الاجتماعي خلقت عالم افتراضي مخيف، يخلق توجهات عام ورؤى جزء منها حقيقي وجزء منها مفبرك. وصعوبة التواصل الاجتماعي هذه الأيام رغم أهميتها، هناك فبركة للخبر وفبركة للصورة، في صور متفبركة. هذا المناخ العام اللي بتخلقه بعض وسائل التواصل الاجتماعي
واللي في بعض الأماكن بيختطفها قلة. هذه الجماعة بتحاول أن تروج لصورة معينة في ذهنها، صورة دائما لا تعكس الحقيقة. مرات التواصل الاجتماعي، وده تحدي جديد بيخلق لنا مناخ افتراضي، وكأن العالم كله بيتجه نحو هذا المناخ، أو كأن الكنيسة كلها تتجه نحو هذا المناخ، وهذا ليس حقيقة. بعض الناس يا إخوة بيبرر تاريخه أن يكتب بوست أو اتنين يكون فيهم نوع من تيهان للحقيقة. التواصل الاجتماعي بكل إيجابياته طبعا نقل العالم نقلة مهمة، نقل المعلومات، خلى الانفورميشن متواصلة وموجودة، ولكنه يخلق مناخا افتراضيا بيصنعه قلة مرات كثيرة اللي عندها وقت تقرأ واللي عندها وقت تكتب. الكنيسة الأولى ما كانتش بعيدة عن التحديات دي. تحديات كثيرة تحيط بنا، تحديات كثيرة بترهقنا وبتخلينا في مرات كثيرة نتساءل إحنا مين ودورنا إيه ورسالتنا إيه. خدوا بالكم، في الكنيسة الأولى كان في تحديين كبار جدا قريبين من التحديات اللي بنواجهها النهاردة. التحدي الأولاني كان في تحدي اقتصادي مرعب، وكان سببه إن السلطة الرومانية الغاشمة في ذلك الوقت كانت تصادر أموال المؤمنين الجدد. كانوا بيعملوا حصار اقتصادي على المؤمنين الجدد، يعني مش بس بيضطهدوهم، ولكن كان عدد من الأغنياء وعدد من أصحاب النفوذ والأموال بسبب إيمانهم بالمسيح، كانت السلطات الرومانية المستعمرة في ذلك الوقت بتأخذ هذه الأملاك وتحولهم بلا شيء وفقراء. فكان هناك تحدي اقتصادي كبير بتواجهه الكنيسة الأولى، وهنفهمه في بقية هذا النص اللي هنتكلم فيه. التحدي الثاني المرعب اللي كان موجود إنه الكنيسة في أورشليم كانت تميل إلى درجة كبيرة من التقصية والتمسك العقائدي الشديد، اللي في مرات كان بيؤدي إلى نفور بعض الناس. إحنا مع العقيدة، أنا شخصيا أدافع عن عقيدتي إلى الأبد، ولكني لا أجعل العقيدة سورا بيني وبين الناس. فالكنيسة تقصية عقائدية شديدة جامدة، وخدوا البالكو لم يكن بعيدا عنها رياح الكتبة والفريسيين. والكتبة والفريسيين جماعة اتسمت بالمظهرية الشديدة، وانتقدهم المسيح كثيرا بسبب أنه قبور مبيضة من الخارج وبالداخل رائحة كريهة. التحديين دول، تحدي اقتصادي مرعب فرضته الظروف الاقتصادية والسياسية بسبب الرومان، وتحدي تقصي عقائدي. ده وصل الأمر، خدوا البالكو، الأمر وصل إلى فكرة التهود، ودي فكرة احنا مش قادرين ناخد بالنا منها. الجماعات اليمينية المتطرفة في أورشليم كانت تريد أنه لا يصبح الشخص مسيحي من الأمم قبل أن يصير يهودي أولا، اللي سموها التهود. ده حد بيرنم معايا ولا ايه؟ قفل خلاص. انا لقيت ترنيمه قلت ايه اللي جرى، كله في الروح. اذن واجهت الكنيسه هذه التحديات. فانا عايز اقول لكم، ايا كانت التحديات النهاردة هي مش جديدة، ايا كان شكلها مش جديد. صحيح احنا بعض المرات بتبقى الظروف الاقتصادية صعبة، ولكن بسبب ايمانهم بيسوع في العصر الاول اخذوا الاراضي والممتلكات منهم وعملوا عليهم سانكشن اقتصادي، حولوهم الى فقراء. كانت الكنيسة تعاني ازمة اقتصادية وتعاني ازمة تقصية،
ونوع من محاولة الجمود اللي كان بيتفرض على الجماعة الأولى أدى في النهاية إلى موقف في غاية الصعوبة. في هذا السياق في الموقف ده يتكلم سفر الأعمال عن أربع أفكار رئيسية في النص اللي قرأناه، وأنا هتكون رسالتي مختصرة مش هطول. بيتكلم عن سلطان التعليم، بيتكلم عن شركة العشاء اللي هنتقدم ليها مع بعض، بيتكلم عن الصلاة، وبيتكلم عن المسؤولية الاجتماعية للكنيسة. بس خدوا البالكو، خدوا البالكو، أنا الناس فاكراني إن رجل بتاع العمل الاجتماعي أبتدي بالعمل الاجتماعي، أبدا. في النص يأتي العمل الاجتماعي نتيجة لفهم الكنيسة لدورها، ولا يأتي في المقدمة أبدا. تعليم الرسل في الوقت اللي اتكتب فيه النص ده كان الإنجيل لسه كله بيكتمل وما كانش انتهى تماما. التعليم اللي كان بينادي بيها الجماعة الأولى كان التعليم الرسل، وكان لها سلطان. ليه كان لها سلطان؟ والأسيس هاني بيتكلم، قلت نحن سقينا روحا واحدا. كان ليها سلطان لأنها كانت تتحدث عن يسوع المسيح. لم تكن تتحدث عن غير يسوع المسيح. لماذا؟ لأن شخصية المسيح هي الشخصية الأساسية والمحورية في الإيمان المسيحي وفي الرحلة المسيحية وفي الفهم المسيحي للعلاقة مع الله والعالم. ماذا قالوا عن يسوع؟ قالوا عنه أنه لم يكن شخصية، أو لم تكن شخصيته مزدوجة أبدا مثل الكتبة والفريسيين أو مثل العديد منا اليوم، بوجه في الكنيسة وبوجه آخر في العمل والبيت والشارع. والبيت هو أهم حاجة، ولادك ومراتك شايفينك في البيت إزاي هو المقياس الحقيقي أنت تسير حسب المسيح أو لا. كان سيدي محبا للإنسان. خدوا البركو، بقرا كتاب الأيام دي ومن الكتب القوية جدا عن المسيح واختياراته، وبيعمل تحليل عميق للتجربة على الجبل، المسيح واختياراته. وفي التجربة الثانية لما أخذوا المجرب إلى جناح الهيكل وقال له اطرح نفسك من فوق الهيكل فينسي الملائكة ويحملوك، أي تظهر معجزة إبهار ديني لا حدود له فيؤمن الناس بك، ولا تتعب ولا تبشر ولا تروح ولا تيجي. الإيمان بمعجزة سماوية سندتك هي كل الحل. المسيح رفض بوضوح شديد لأنه رفض أن تكون المعجزة بغرض إيمان الناس. هو كان يصنع المعجزة تعبيرا عن سداد حاجات الناس وليس إبهار الناس. عشان كده في التجربة على الجبل رفض المعجزة، وفي مواقف عديدة صنع المعجزة ليشفي الناس، ولا سيما المعجزة التي حدثت في جبل التجلي تبهرني وتذهلني كثيرا. صعد مع تلاميذه الثلاثة وقالوا له اسمع، مفيش أحلى من كده، ده احنا معانا موسى وإيليا والمسيا، ده احنا معانا النبوة والخروج والقوة، النبي العظيم موسى، ومعانا النبي الناري الذي يأتي قبل المسيا، ومعانا المسيا، معنا التاريخ والحاضر والمستقبل، معنا القوة، معنا النبوة، معنا كل شيء. جيد يا رب أن نكون ها هنا. لهم لا، لأنه أسفل الجبل هناك مريض يحتاجني. ويقرر السيد أن يترك كل هذا المجد وينزل إلى أسفل الجبل ليتلامس مع مريض في احتياج ويشفيه. متى تترك الكنيسة أمجادها وتنزل إلى أسفل الجبل لتلاقي الذين في احتياج إليها؟ هذه هي المزج. هذا هو المسيح الذين تحدثوا عنه. كان أمينا، كان يعرف أن الحديث عن الصليب سيصنع زلزالا وبركانا. احنا في بعض المرات عايزين القوة دايما،
عايزين نبان المسيطرين دايما. كان عارف انه لو قال لهم ان انا هموت هيهتزوا اهتزازا عظيما، لانهم كانوا عارفين لو هو مات هم هيموتوا. التاريخ بيقول كده. كل زعيم كان بيطلع وله اتباع يقضي عليه الرومان ويقضوا على اتباعه، كانوا عارفين كده. ولكن لم يتردد سيدي ان يظهر ان هناك لحظات موت يسلم الى ايدي الناس. هذا هو يسوع، هذا هو المسيح الذي علمت به الكنيسة الأولى، إلها حرا طاهرا نقيا يتعامل مع احتياجات الناس، محب للبشر، لا يميل إلى المعجزة لمجرد المعجزة، ولكن يصنع المعجزة ليغير حياة الناس. بهذا التعليم كان للكنيسة سلطان. النهاردة بقى مشكلة الكنيسة إن هناك فصل بين العقيدة والفعل. الناس تكلمك كويس وأفعالها لا تليق، تحارب على وسائل التواصل الاجتماعي وهم حرامية وهم خاطفين وهم كذابين. قوة التعليم في الكنيسة الأولى أنها ربطت بين الإيمان والفعل. قضية تانية اللي بتعامل معها النص، احنا عندنا وقت قديه أساس هاني؟ لا ما أنا طيب. القضية التانية قضية الشركة في الكنيسة الأولى. هما أربع أفكار: التعليم، الشركة، الصلاة، المسؤولية الاجتماعية. وهختصر. في الكنيسة الأولى ما كانش العشاء الرباني منظم زي ما هو منظم عندنا كده. كانت العائلات تأتي بالأطعمة، وكان الأغنياء يأتوا أولا بأطعمة فاخرة ويأكلوا مع بعض ويشربوا كثير من عصير النبيذ، ولم تكن العملية منظمة بهذه الطريقة. علشان كده لما نقرأ في الكتاب المقدس وفي العهد الجديد هناك توجيهات كثيرة من أجل هذه الفريضة. فرسول بولس والكنيسة الأولى لما شافت أن هذه العملية غير منظمة وبها تمييز، يجوا القادرين في الأول يفرشوا ويأكلوا ويشربوا، ويجوا الفقراء بعد كده ملوش حاجة. وكان في نوع من التباهي، وكان في نوع من التعظم على الباقيين في ممارسة هذه الفريضة. يقول الكتاب انه يتم تنظيم هذه الفريضة لتكن ليست فقط للشراكة في الجسد المكسور والدم المسفوك، ولكنها تعبر عن المساواة والعدل، وان الجميع هم امام الله أشخاص مخلوقين على صورته. الشركة هنا تغيرت لتتغير من مفهوم جماعة مميزة إلى جماعة تشارك في جسد المسيح بمساواة وعدل. أنا عن نفسي من أروع لحظات عمري وأنا كنت بشارك المائدة في كنيسة من كنائسنا، إنه العامل اللي بيعمل لنا الشاي والقهوة في الكنيسة رسم شيخا في كنيسته، ولما كنا نوزع المائدة كنا نقف مع بعض ونوزع، كنت أشعر بسعادة وسلام وراحة لا نهاية لها، لأنه تتحقق رسالة الشركة، لا تمييز بل مساواة، وإن إحنا جميعا مخلوقين على صورة الله. وإحنا بنقترب من الجسد النهاردة، دي رسالة تانية للكنيسة. كنيسة بلا تمييز، كنيسة تؤمن بالمساواة، كنيسة تؤمن بفكرة الجسد. ده خلينا نروح للفكرة التالتة اللي مارستها الكنيسة الأولى وهي الصلاة. أروع حاجة في الصلاة مش بس استجابتها، مع أن استجابة الصلاة مهمة، أروع حاجة في الصلاة أنها بتغيرني علشان
أكون حسب إرادة الله، بتخليني أفهم التوجهات الإلهية والنعمة بشكل جديد. قوة الصلاة هي قوة مغيرة، وعشان كده كان المسيح يصلي وكانت الكنيسة الأولى تصلي لتقترب في وحدة حقيقية من إدراك مسؤولية الكنيسة ورسالتها. وأنا لو ما قلتش أي حاجة في العظة النهاردة، السطر اللي جاي عايزك تركز فيه: أنا وأنت وأنت جزء من استجابة الصلاة. لا يجوز أن تصلي للفقراء وأنت لديك الملايين ولا تريد أن تخرج جنيها واحدا للفقراء. لا يجوز أن تصلي للكرازة وأنت لا تعطي الكنيسة ساعة واحدة لدعوة الناس لقبول المسيح ربا ومخلصا. أنت وأنا وأنت جزء من استجابة الصلاة. إن كنت عايز تقوم بالمسؤولية الاجتماعية زي ما هتكلم الآن، عليك أن تكون جزء من الحل وليس جزء من المشكلة. كتير من المؤمنين النهاردة جزء من المشكلة، مش قادرين يكونوا جزء من الحل. قوة الصلاة في أن أنا وأنت وأنت جزء من استجابة الصلاة. عايزين الكنيسة دي تتضاعف، يبقى ندي الوقت، ندي المال، ندي الجهد. لا يمكن أن تكون الصلاة مجرد كلمات. الصلاة قوة تغيرنا لمعرفة إرادة الله واكتشافه، ونحن جزء من استجابة الصلاة. نحن نصنع التاريخ بنعمة الله وبقوة الله من خلال الصلاة المغيرة. هذه الكنيسة التي كان لها تعليم عن يسوع المسيح وواجهت التمييز من خلال الشركة وكسر الخبز في واختبرت قوة الصلاة المغيرة وصارت جزءا من استجابة الصلاة هي الكنيسة التي خرجت للعمل المجتمعي وساندت الفقير والمحتاج. فالعمل المسؤولية الاجتماعية هي نتيجة للتعليم والشركة والصلاة الحقيقية. وفي الحقيقة أنا مش مهتم بالنموذج بقدر ما أنا مهتم بالمبدأ. كان في مدرستين في ذلك الوقت، كان في ناس بتبيع كل اللي عندها وتجيبه وتأتي به إلى أقدام الرسل، وكان في ناس بتدي جزء من اللي عندها لأقدام الرسل. مش مهم انت بتدي الكل ولا بتدي جزء، المهم انك بتدي. ان بعض المرات الكتبة والفريسيين الجدد بيعملوا أصنام لبعض الأفكار لإعاقة المؤمنين عن الشركة الحقيقية. مش مهم بتبيع كل اللي عندك وتجيبه ولا بتدي جزء منه، المهم أنك تعطي. المبدأ أنك تعطي. أخذت الكنيسة مسؤوليتها الاجتماعية نتيجة هذا الفهم بالمشاركة. وأنت يا كنيسة الأزبكية، ماذا أقول لك اليوم؟ كنيسة ناهضة واعدة، ينضم إليها 50 رجل وامرأة وشاب وشابة. التعليم إن لم يؤسس على يسوع المسيح فهو باطل، وإن لم يدرك معنى الشركة الحقيقية حينما نأخذ من الخبز المكسور والجسد، من الخبز المكسور والدم المسفوك، وندرك أننا جميعا واحد أمام الله، وأن نركع في صلاة حقيقية من أجل التغيير، وأن نكون جزء من استجابة الصلاة، وأن نأخذ مسؤوليتنا بأي طريقة. هذه هي الكنيسة وهذه هي رسالتها. البقية الباقية هي الجماعة الصغيرة التي أبقاها الرب في التاريخ النبوي والكنيسة في العهد الجديد لتشهد عنه، لتخبر عن سلطانه وحضوره. أنا بصلي مش بس كنيسة الأزبكية، للكنيسة العامة،
أن يكون هناك سلطان للتعليم، وأن لا يكون هناك سلطان للأفراد، ولكن لكلمة الله بسلطان الروح القدس أن تفهم الكنيسة من هو يسوع. هذه الكنيسة التي تفهم يسوع وتؤمن به تكسر الخبز في شركة لا تعرف التمييز، وتشرب الكأس بيقين أننا جميعا مخلوقين على صورة ده، وتصلي وتركع في صلواتها، وتخرج لتسدد احتياجات الناس بناء على إيمان ويقين. استساني، هذه هي رسالة الكنيسة التي أتركها لكم. آمين. في ضوء الرسالة دي أستاذن الفريق، اتفضلوا فريق الترنيم. وإحنا بنقول ترنيمة قبل ما يكون لنا وقت انضمام العهود، وكمان قبل ما يكون لنا وقت الميدة مع الفاضل الأسيس الدكتور أندريا. أحبائي، كانت الكنيسة بتمارس الأربع حاجات اللي الدكتور أندريا أشار إليهم، فالنتيجة أن الرب كان يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. ناس تبحث عن كنيسة بهذه النوعية وبهذه الأمر وعندئذ الشهادة تكون. يا كنيسة قومي دواري، يا كنيسة قومي واشهدي، يا كنيسة قومي وسبحي، والنتيجة نجد عليك، نجد عليك يرى. افتكر الترنيمة دي ما تتقالش واحنا قاعدين، ولا ايه رأيكم؟ تيجي كده بنشاط، حتى اللي في الجاليري كده وقفوا معانا واحنا بنقول مع بعض كلمات الترنيمة دي. يا كنيسة قومي، قومي دواري وانهضي وسبحي وافرحي وعظمي يسوع الموجود في الوسط الذي يستحق كل الإكرام وكل السجود وكل العبادة معا. يلا مع بعض، إذا ممكن نكبر شوية كده وإحنا بنقول الكلمات دي مع بعض.